أهلا بكم. بعزم وسعادة أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن انتخابات المجلس الشرعي الأعلى يجب أن تحصل في موعدها، ومن المحرمات تسييس هذا الاستحقاق لأنه لا يمكن أن نشق البيت السني ولا يمكن أن نصل لأن يكون لدينا مفتيين. وفي معرض حديثه مع فعاليات طرابلسية أكد أن استخدامه كلمة إمارة في وقت سابق كان القصد منه أن أهل طرابلس مسرورين للاستقرار ولدخول الجيش، وأن انتماءهم لأهل الدولة لأنهم يرفضون أن يكونوا إمارة أو مقاطعة. في القاعدة الجوية في مطار بيروت أنهى قائد القوات الجوية الأمريكية زيارته لبنان بتسليم الجيش مروحيات عسكرية في خطوة هي الأولى منذ 15 عاما. الأوضاع في سوريا حضرت في عائشة بكار بلقاء الرئيس سليم الحس سفيرها في بيروت، والذي قال بعد اللقاء إن من زج الفلسطينيين في أحداث سوريا هو من عمل على تأجيج الأزمة منذ بدايتها نتيجة تبنيها القضية الفلسطينية. في هذا الوقت بوادر اتفاق خرج إلى العلن بعد مفاوضات ممثل الإبراهيمي في دمشق مع الفصائل الفلسطينية، واشترطت فيها السلطات السورية انسحاب المسلحين من اليرموك، حيث بدأت عشرات العائلات النازحة بالعودة إلى مخيم العودة. وفي الأزمة موقف بحجمها للبطريرك يوحنا العاشر من مريمية دمشق، طالب فيه جميع الأطراف بإلقاء السلاح واللجوء إلى الحوار، رافضا أي نوع من أنواع التدخل الغريب في سوريا. أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لقاء مع فعاليات طرابلس أن انتخابات المجلس الشرعي الأعلى استحقاق طبيعي يجب أن يحصل في وقته، وكان يجب أن يحصل سابقا وقد تم تأجيله مرات عدة، وجدد للمجلس مرتين وقد جدد مرتين، وأراد المفتي حصول الانتخابات في وقتها، وقلت لا مانع أن تقوم الانتخابات وهذا مؤشر ديمقراطي طبيعي، ولكن الدعوة وطريقة الدعوة يجب أن تكون بحسب الأصول في المرسوم الاشتراعي رقم 18. البعض رأى أن تجاوزا حصل. اليوم يقال وكأني داعم للمفتي أو أنني تخليت عنه. أولا لن أتخلى عن المفتي بأي شكل من الأشكال، ومن واجب كل منا احترامه ومن المحرمات أن يسيس هذا الموضوع. كلنا لنا ثقة به، وتابع ميقاتي أنه لا يمكن أن نشق البيت السني ولا يمكن أن نقبل بذلك ولا يمكن أن نصل لأن يكون لدينا مفتيين، وأنا متمسك بانتخابات حسب الأصول القانونية. أما عن النازحين من سوريا فلفت رئيس الحكومة إلى أن هناك لجنة تعمل لاحتواء هذه الأزمة، وأحضرنا المساعدات التي نحتاجها، مستطردا بالقول البعض يقول أنه يجب أن نغلق الحدود، والبعض يقول أننا نحتاج إلى بعض الضبط، لكن الحدود من المستحيل أن نغلقها، فنحن لا ننأى بأنفسنا عن الموضوع الإنساني. وتابع في سياق ذاته: أقرينا تمويل خطة تنمية لمدينة طرابلس، وهناك خطوات سيتم اتخاذها بالنسبة لمرفأ طرابلس والمدارس التي تحتاج لترميم، كما اتخذ قرار بمطار القليعات منذ أسبوعين بتكليف مكتب هندسي لتحديد مهمات المطار. الولايات المتحدة تسلم الجيش 6 طوافات عسكرية ضمن رزمة مساعدات هي الأكبر منذ بدء التعاون العسكري بين البلدين. أنهى قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية الجنرال ديفيد جولدفن زيارته إلى لبنان، حيث شارك إلى جانب السفيرة الأمريكية مورا كونيلي في حفل تسليم 6 مروحيات استلمها الجيش خلال احتفال أقيم في قيادة القوات الجوية في مطار بيروت، حضره ممثل قائد الجيش رئيس الأركان عمر سلمان، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية اللبنانية غسان شاهين. إن هذه المروحيات هي جزء من رزمة مساعدات عسكرية بقيمة 58 مليون دولار، وهي أكبر رزمة مساعدات أحادية في تاريخ العلاقات اللبنانية الأمريكية العسكرية المشتركة، كما أنها أول شحنة من الطائرات المروحية إلى لبنان خلال 15 عاما. إن أهمية هذه المساعدة لا تكمن في قيمتها المادية وحسب، بل في قيمتها المعنوية التي تعبر خير تعبير عن متانة العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين.
واعتبرت السفارة الأمريكية في بيان لها أن هذا التعاون يأتي ضمن إطار دعم الولايات المتحدة لمبادرات لبنان في تنفيذ التزاماته بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وللتشديد على جهود الولايات المتحدة لتقوية قدرات الجيش، مدركة أهميته كقوة الدفاع الشرعية الوحيدة لتأمين حدود لبنان والدفاع عن سيادة الدولة واستقلالها. السفير السوري في لبنان يعلق على مذكرات التوقيف السورية في حق بعض الشخصيات اللبنانية بالقول إن من تآمر على سوريا هم أعداء الأمة وأعداء أنفسهم أيضا. أوضح السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن من سجل فلسطينيين في أحداث سوريا هو في الأساس من عمل منذ بداية الحوادث على استهداف سوريا نتيجة تبنيها للقضية الفلسطينية ولدفعها إلى أن تتخلى عن البوصلة في الصراع العربي الإسرائيلي لمصلحة المشروع الصهيوني الهادف إلى تفكيك المنطقة وإلغاء دور القوى التي تبني قواها الذاتية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية في المنطقة كلها. كلام السفير السوري جاء بعد لقاء جمعه إلى رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص حيث قدم له المعايدة في مناسبة الأعياد. لن أدخل طبعا في الشأن القضائي الذي يتابعه المختصون والمعنيون، ولكن الذين ارتكبوا هذه الجرائم وشاركوا في سفك الدم السوري وفي التآمر على سوريا وفي محاولة إذكاء الفتنة والغرائز في لبنان وفي سوريا وفي المنطقة هم أعداء الأمة وأعداء أنفسهم قبل ذلك أيضا، ولكن سوريا بصمودها بتماسكها بوحدة مؤسساتها بقوة جيشها بالرؤية التي لا اهتزاز فيها ولا تشويش، سوريا خارجة من هذه المحنة بإذن الله. وحول صحة وزير الداخلية السوري محمد الشعار الذي يتعالج في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، أوضح السفير علي أن حاله جيدة ومستقرة بحسب رأي الأطباء وتسير بشكل جيد. ترأس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي صلاة الشكر في صرح البطريركي في الكاتدرائية المريمية بدمشق، وبتكليف من الرئيس بشار الأسد قدم منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية التهانية للبطريرك يازجي بانتخابه بطريركا خلفا للبطريرك الراحل إغناطيوس الرابع هازيم، وذلك في الكاتدرائية المريمية بدمشق. البطريرك يازجي أكد في كلمة له خلال صلاة الشكر أن الكنيسة هي أبناؤنا، وسوريا هذه العائلة الروحية التي تعمل بانسجام وبمخافة الله، داعيا الجميع إلى العمل بيد واحدة لتسطير تاريخ يليق بالكنيسة. وشكر البطريرك يازجي الرئيس الأسد لافتا إلى أن دمشق هي قلب أنطاكيا النابض التي نصلي أن تبقى دوما كذلك وأن تنبض دائما كما كانت حبا وفرحا وسلاما وعراقة. نحن في أنطاكيا نطلب أن يلهم الله جميع الأطراف التي تلهب النزاع إلى إلقاء السلاح الذي لا يعطي إلا دمارا وخرابا، وأن يسعوا إلى الحوار والسلام لبناء بلدنا. عشنا في هذه الأرض وسنعيش فيها مع إخوتنا المسلمين متعاونين دوما لخدمة الإنسان والإنسانية، داعين لاحترام الجميع ورافضين أي نوع من أنواع التدخل الغريب عن تراث هذا الوطن الغالي. أعلن مصدر دبلوماسي روسي لقناة روسيا اليوم أن المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أبلغ موسكو بعزمه الذهاب إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وأوضح أن موسكو جددت تأييدها لمهمة الأخضر الإبراهيمي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز والإبراهيمي في جنيف. وأشار المصدر إلى أن موسكو قد أبلغت الإبراهيمي استعداد ممثلها للقاء جنيف بعد أن ينجز زيارته إلى دمشق ويلتقي الأسد ويبلغ الجانبين الروسي والأمريكي بنتائج المباحثات مع الأسد، معبرا عن أمله أن يلتقي الإبراهيمي الرئيس السوري قريبا وأن يكون اللقاء مثمرا.
بعد حالة النزوح الكثيفة التي شهدها خلال الأيام الماضية، بدأ آلاف الفلسطينيين العودة إلى مخيم اليرموك، وذلك بعد مفاوضات شاركت فيها مختلف القوى والفصائل بالإضافة إلى الأمم المتحدة، أدت إلى تسوية تقضي بإخلاء المسلحين من المخيم والسماح بعودة العائلات إليه. وأكدت مصادر رسمية فلسطينية لصحيفة السفير بدء تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر جهود ممثل الإبراهيمي في دمشق مختار لماني. وقال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، قال إن الأطراف كافة قد وافقت على تحييد المخيم عن الصراع الدائر في سوريا، وإن الحكومة السورية أكدت عدم نيتها دخول المخيم أو قصفه، لكنها اشترطت ضرورة انسحاب المسلحين بالكامل منه، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تستكمل خلال الساعات المقبلة. وأكد أن كل الفصائل قد وافقت على عدم وجود أي مسلح في المخيم، وتم الاتفاق على تشكيل لجان شعبية محلية تقوم بمتابعة عودة الأهالي النازحين. أهلا بكم من جديد. رئيس الجمهورية العماد ميشيل السيمان يدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والانخراط في عملية السلام. دان رئيس الجمهورية ميشيل سليمان قرار إسرائيل بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة على رغم معارضة المجتمع الدولي، معتبرا أن هذه السياسة تكشف يوما بعد يوم نية العدو رفض المساعي الدولية القائمة لإحلال السلام في المنطقة والاعتراف بحقوق الفلسطينيين، وفي طليعتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وحق العودة إلى أرضهم وأرزاقهم. وجدد الرئيس سليمان دعوة المجتمع الدولي وتحديدا الدول الفاعلة والمؤثرة وفي طليعتها الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الخطوة والاقتناع نهائيا بفكرة الانخراط في عملية السلام على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة بيروت العربية للسلام. وفي نشاطه عرض الرئيس سليمان مع النائب تمام سلام للتطورات الراهنة وأهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي وتجنيب لبنان تبعات ما يحصل من حوله. وتناول الرئيس سليمان مع الوزير السابق محمد شطح الأوضاع العامة ولا سيما الاقتصادية منها وبعض الاقتراحات الآيلة إلى تحسين الوضع. واستقبل رئيس الجمهورية وفد المجلس الوطني للبحوث العلمية برئاسة الدكتور جورج طعمي الذي أطلعه على نشاط المجلس وعلى المنح والمساعدات التي يقدمها للباحثين وطلاب الدكتوراه وإمكان زيادة مساعدة الدولة للمجلس لزيادة هذه المنح، كما قدم له نموذجا عن الطابع التذكاري لمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس المجلس. وزار بعبدة وفد جمعية أبناء العشائر العربية للإنماء برئاسة السيد جاسم العسكر الذي عرض للرئيس سليمان عددا من المطالب الإنمائية الأساسية في المناطق التي تقطنها هذه العشائر. ذكرت صحيفة النهار نقلا عن مصادر أمنية أن تسليم دفعة جديدة من جثث اللبنانيين الذين سقطوا في بلدة الكلخ السورية سيتم في غضون 72 ساعة، ومن المفترض أن تسلم 3 جثث بعد التعرف على أصحابها، وهي لكل من حسين سرور، عبد الحليم إبراهيم ومالك ديب. وعلم أن ثمة جثتين لا تزالان في سوريا، أحداهما لشخص من آل الرفاعي، فيما هوية صاحب الجثة الثانية لا تزال مجهولة بسبب رغبة عائلته في التكتم عليها. في مخيمات اللجوء روايات المآسي تتكاثر تكاثر عدد اللاجئين، والرسميون يؤكدون أن الحدود لن تغلق في وجه الهاربين من الموت. تحقيق كريستين حبيب. في الخارج تنزلق الأمطار على ألواح الصفيح، وفي الداخل المؤقت تنهمر الدموع من عيني أم محمد. مثلها مثل آلاف الفلسطينيين وقفت على الحدود اللبنانية السورية ساعات، تجمدت من البرد قبل أن تصل إلى مخيم برج البراجنة مريضة. الجاية من الحدود كتير كانت صعبة، ضلينا طول النهار من الصبح للمساء، وتغيير طقس وهاي شوفت عينك. في هذه الغرفة تعيش 5 عائلات فلسطينية لاجئة من سوريا إلى لبنان. بين الفرش والحقائب متسع من المساحة لخريطة الوطن، ومتسع من الفضاء لضحكات ضحى الهاربة من القصف على مخيم اليرموك وضواحيه. كنت خايفة هنيك؟ لا. ما خفت من الضرب والقصف؟ لا. كيف لقيت لبنان؟ هي أول مرة بتجي لهون؟ حبيت المخيم هون؟ بي. صار عندك أصحاب أو بعد؟ بي.
شو الأحلى هناك؟ كثير أحلى إنه بطلع نروح ننزل على الشارع. هون محبوسة؟ إيه. تتساءل أم مهند ما إذا كان الفلسطينيون يعيشون اليوم نكبتهم الثانية. شو مطالبكم؟ إحنا مطالبنا الطبابة والعلم لأولادنا ويأمنوننا مسكن نقدر نقعد، يعني إحنا قاعدين أكثر من 30 واحد بغرفة. من نام ومن أم كلياتنا مع بعضنا، إحنا ما بدنا تموين وما بدنا فراش وما بدنا أواعي. إحنا بدنا يأمنوننا إنه نقدر نعيش. أكثر من 2500 فلسطيني نازح من سوريا وصلوا إلى المخيم البيروتي، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم وسط شح في المؤن والمساعدات. يعني حتى تقوي الناس، ناس عايفة حالة جاي من سوريا، يعني إلى سنتين بلا أشغال بلا شيء، فينا إجت لهون بدها مثلا إيواء بالقليلة مدرسة أو تلاقي ترحاب. هلأ في أجار بيوت الناس رفعت السعر، رفعت سعر لبيوت الناس، يعني اللي كان يأجر بيته ب $100 صار يأجره ب 200 و 300. في وقت تغلق أبواب الأمل في وجوه النازحين، ترتفع بعض الأصوات مطالبة بإغلاق الحدود بين لبنان وسوريا، أصوات منزعجة من تدفق التعساء. هو طرح غير واقعي، لبنان لا يستطيع أن يقفل حدوده، ولا أعتقد أن هناك مسؤول سياسي في أي بلد في لبنان أو في غيره يستطيع أن يحمل على ضميره أن يقول لعائلة هاربي من القصف ومن الإجرام بأن لا نسمح لك بالدخول إلى مناطقهم. في شكاوى داخل المخيمات من قلة التموين، من قلة المساعدات، أكان من الجانب اللبناني أو من جانب الأونروا. شو هي المشكلة وما هي الوعود لهؤلاء اللاجئين؟ المشكلة أولاً الأونروا ليس لديها ميزانية، وبالتالي النازحون الفلسطينيون حتى اللحظة هم متركون لقدرهم، ليس هناك من يهتم بهم على الإطلاق. المطلوب أن يحصل بعض التمويل للأونروا. اليوم عقدنا اجتماعات مع بعض المؤسسات الدولية وبعض المؤسسات العربية، حصلنا على بعض الوعود بتأمين بعض الاحتياجات الأساسية للنازحين الفلسطينيين. لن تقفل الحدود أمام النازحين بحسب ما يؤكد الرسميون، لكن الأعداد لا تزال في بدايتها، ومن المتوقع أن ترتفع كثيرا خلال الشهرين المقبلين. من مخيم برج البراجنة، كريستين حبيب، قناة الجديد. فندق أمني لنواب 14 من آذار المشاركين في اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخاب. وفي انتظار الرد على طرح الرئيس نبيه بري، بعض المشاركين في اللجنة من 8 من آذار يرون أن ذرائع الفريق الآخر ما هي إلا بدعة. تحقيق للزميلة نوال بري. هو حبس 5 نجوم بحسب بعض أفراد قوى 14 من آذار أم بدعة جديدة للمماطلة في انعقاد اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخاب؟ عقبات كثيرة أبرزها أمنية، حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري إيجاد المقاربة الأنسب لها لانعقاد اللجنة الفرعية. الحل الأنسب بحسب بري وبعد لقاءات عدة مع وفد من 14 من آذار هو اعتماد أحد الفنادق المحيطة بمجلس النواب التي تقع ضمن المنطقة الأمنية الخاضعة لثلاثة مستويات أمنية تؤمنها شرطة المجلس وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. الاختيار إذن سيقع على واحد من 3 فنادق في هذه المنطقة، وهي فندق لوغري ويبعد نحو 300 متر، وفندق مركزية مونرو والذي يبعد نحو 400 متر، وفندق لتوال وهو الأقرب والذي اعتمد عام 2006 في جلسات الحوار ويبعد نحو 100 متر. عشوائي رح أقول صارت القصة يعني مسحة وطحنك، بطل في جدية. هذا مش جدية، مش مستوى مسؤولية. عم مش عقلك بكرة بقول له عن جد أنا ما فيني مع غير مخديتي، وهداك بقول له بدي أجيب معي الحافة، وهداك بقول له ما بحب أكل المطاعم الأوتيلات. هيك رح تصير، حتى يعني مثل واحد بيقولك حيلا حجة حتى ما يقوم بوجبته. ورئيس بري يمكن مش حقول أنا ما بدي أقوله شيء، بس يمكن عم بيلحق الكذاب عم بداره. ما حدا يخبرني إنه منه قادر يوصل على اجتماع المجلس بالوقت اللي عم نشوفهم لزيتهم هالنواب أو معظمهم، عم نشوفهم بالمطاعم، عم نشوفهم باجتماعات بمناسبات، وعم نلتقي فيهم شخصيا. يعني الإقامة هونيك والتشريع بالمجلس النيابي، مش انه الإقامة زائد التشريع. بس هيدي امر هن رافضينه بمحل معين. يعني هلا صار في تقدم بهيدا الكلام، نحن بانتظار مثل ما بيقولوا فاينل كونفيرميشن، يعني انه يصير في تحويل المجلس النيابي الى فندق. لا ما أنا ما بدي علي كتير بالنبرة بالحكي، يعني مع احترامي الشديد لزملاء النواب ما عم ينشافوا وين ما كان، بينشافوا بالمطاعم
باللوبيات الأوتيلات بالأنشطة والمناسبات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة. إذن الكرة الآن في ملعب الرابع عشر من أذار التي تنتظر رجوع النائب مروان حميدي من الخارج لتأخذ القرار المناسب. الاجتماعات والإقامة بتصير بالأوتيل، قال إيه كان جو كتير إيجابي إنه أوكي هذا كل الأمور الأمنية انحلت بهالطريقة. جانا فهمنا تاني يوم إنه من رئيس بري إنه لا الاجتماعات ترجع بالمجلس. أنا بعتقد جو يعني بالإجمال إيجابي، الانطباع اللي عندي إنه حيكون القرار إيجابي. بيجوز اللي عم يشوفون مش هني كل النواب الموجودين باللجنة الانتخابات، إني 4-5 نواب ما بعتقد عم يشوفونا كتير بمناسبات. بعدين إلا إذا في مناسبات ضرورية كتير عم ناخد نحن إجراءاتنا الأمنية وهذا مكلف بالحركة. فهمنا على قصة إنه في منع يكون في جلسة أولى بمجلس النواب منا يعني معلنة طبعا بطبيعة الحال، على أساس أنه هن بيتفاهموا على طريقة مشان بعدين يرجعوا يلتقوا، لأنه الحقيقة هو الخطر الحقيقي بعملية الانتقال. المبدأ الفكرة الأولية أنا بلاقيها مقبولة ومعقولة، بدي درس بس الحقيقة أكثر. وبحسب أعضاء اللجنة فإن الماضي لا لن تكون في انعقاد اللجنة فحسب، بل في مناقشة اللجنة البندين الأخيرين العالقين، وهما اختيار النظام الأكثري أم النسبي وماهية الدائرة الانتخابية بحسب النظام المتبع، أي إن إيجاد الحل الأمني لا يعني أبداً إيجاد الحل السياسي التوافقي في مسألة قانون الانتخاب الجديد. في القاهرة تراجع النائب العام عن استقالته بالتزامن مع استعداد المعارضة لتظاهرات في مختلف الميادين. مزيد من التفاصيل عبر الهاتف مع مراسلتنا منى عشماوي. منى، كيف يبدو المشهد بشكل عام وخاصة الميداني منه قبل الجولة الثانية من الاستفتاء؟ نعم رائد، منذ قليل وقع باشتباكات عنيفة في محافظة الإسكندرية في ميدان القائد إبراهيم في تظاهرة دعت إليها القوى الإسلامية على رأسهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وهو أحد المرشحين السابقين للرئاسة. التظاهرة تحت عنوان الدفاع عن العلماء والمساجد. وقعت اشتباكات عنيفة بين القوى المعارضة قوى التيار الشعبي وبين القوى الإسلامية، ووقع تحت إثرها العديد من الإصابات التي نقلت إلى المستشفى، والأمن الآن يسيطر على الموقف وبالغاز المسيل للدموع حتى يتم تفكيك هذه الاشتباكات. اليوم تشهد القاهرة أيضا عديد من التظاهرات والاعتصامات التي ستخرج من عدة ميادين تحمل أكثر من عنوان، فمنها المعارضون الذين يقولون لا للدستور ولا للاستفتاء الذي سيكون بالغد، ومنها أيضا معارضون يقولون لا للنائب العام الذي تراجع عن استقالته، حيث يعني علمنا بأنه كان هناك مباحثات بين النائب العام ورئيس الجمهورية الذي عينه، وضغط عليه رئيس الجمهورية حتى يسحب هذه الاستقالة، لأنه يعني يجد أن تقديم النائب العام لاستقالته هو إهانة لرئيس الجمهورية في حد ذاته، لأنه هو من قرر أن يضعه على هذا المنصب. اليوم علمنا أيضا أن هيئة القضاء العليا تجتمع بكافة القضاء الذين يعني انسحب منهم عدد كبير من القضاء الذين كانوا مشاركون في المرحلة الأولى من الاستفتاء. كان في المرحلة الأولى من الاستفتاء 6000 قاضي، واليوم انسحب 2000 قاضي، إذن سيكون استفتاء الغد قرابة 4000 قاضي فقط، وهو ما هو يثير المزيد من التساؤلات. هل من الممكن أن يكون هؤلاء القضاة هم يعني على كفاية ولا أو أن يكونوا كافين لاستفتاء الغد الذي سيشمل 10 محافظات؟ هذا التساؤل الذي يدور في أذهان الشعب وفي أذهان النخبة رائد، وحتى الآن لم نجد الإجابة عليه من قبل الهيئة العليا للانتخابات التي قالت بأنها ستصرح في وقت من هذا اليوم تشوف وأسماء القضاء الذين سيشاركون بالفعل في استفتاء الغد، حيث يعني من المرجح جدا أن يكون قضاء غير كافيين، الأمر الذي يستدعي يعني كما ترى قوى المعارضة بأنه سيكون هناك مجال كبير للتزوير ومجال كبير أن يكون الإشراف على الصناديق ليس من قبل قضاء ولكن من قبل موظفين في الدولة. شكرا منى عشماوي من القاهرة. شهدت مدينة بنغازي الليبية اشتباكات مسلحة أمام مبنى مديرية الأمن أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وذكرت وكالة أنباء التضامن المعنية بالشؤون الليبية أنه قتل في الاشتباكات 4 أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون بجروح. أعلن مؤسس موقع ويكيليكس
جوليان أسانج في كلمة ألقاها من على شرفة مبنى سفارة الإكوادور في لندن حيث يقيم كلاجئ منذ 6 أشهر، أعلن أن موقعه المتخصص في كشف تقارير سرية سينشر في عام 2013 مليون وثيقة. وقال أسانج بلهجة تحد أمام العشرات من أنصاره إن العام المقبل سيكون حافلا، وأن ويكيليكس يحضر لنشر مليون وثيقة، وأن هذه الوثائق تشمل كل بلدان العالم. وقد سبق لويكيليكس أن نشر مئات آلاف الوثائق السرية، بينها تقارير خاصة بالجيش الأمريكي حول العراق وأفغانستان وبرقيات دبلوماسية أمريكية سرية، ما أثار نقمة واشنطن. الفنان اللبناني أمير يزبك يصور كليبه الأخير على طريقة الشورت فيلم ويتعاون مع المخرج إدوار بشعلاني. كلك أسى أنت مني خدت بنتي، كلك أسى أنت مني سرقت بنتي، بيعدتها عن بيها وبيعدتني عن جنتي، حرمت عز الناس بي اللي خد باس يوم اللي كانت بنت. الله يرزقك بنت تنسرق منك وتدوق نفس الكاس، انتبه على بنتي. أمير في التمثيل كما في الغناء، أمير يزبك اختار أن يلعب دور الأب الغيور على ابنته ليلة زفافها فأبكانا. ولكن ما لم نكن نعرفه هو أن أمير بين ساعة وأخرى سوف يصبح فعلياً أباً لطفلة نتمنى لها أن تنعم بحياة جميلة. من أضخم الأعمال اللي عملتها بحياتي، بشكر قيادة الجيش، بشكر القائد ومدير التوجيه يلي عم تتعاون معنا وسمحت لنا ونجي نفوت لهون نصور. أكيد، خبرنا شوي عن القصة، قصة الكليب. قصة الكليب هي لأغنية انتبه على بنتي. نعم. أغنية كتير بحبها وبتصيب كل بي. كون هو ضابط طيران متقاعد بعرس بنته، بيصير فيه كتير اشياء كمان بيحكيها بأدوار ونتركها مفاجآت للمشاهد. وهلا في مشاهد انتم صورتوها، ما حاحكي كتير عن الكليب اكتر ما اني مبسوط. قلنا 4 أيام عم نصور، في تعب كتير، في انتاج ضخم ضخم جدا جدا، في تقنيات عالية. اخدت من قلبي لقلبك، ان شاء الله بتنور لك دربك، ما تنسى بي الرباه الكبر لعشقنا وعلاها، ما تنسى الحضن الغفاه، ما تنسى الحضن الغفاه، فيقها بإحسان. عم نشوف أعمال بتشبه السينما أو الشورت فيلمز، كتير حلو اللي عم تشوفه، خبرني. لأول مرة يعني عم اشتغل شيء هالقد دراما، هالقد فيه احساس، فيه فيلينجز مع امير يزبك، وامير عم بلبينا بيلعب دور تمثيلي اكثر ما هو دور فني، يعني كفنان كمغني 100%. يعني هي صارت انه بعدت مع امير، شفت انه قد ايه هذا الزلمه قادر يعطي وقادر يمثل وقادر يقول، والحلو فيه انه بيعيش الدور، يعني مثلا كل نهار عايش الدور امير، وغلب بطل امير صار هو هذه الشخصيه. ما تنسى الحضن الغفاه، ما تنسى الحضن الغفاه، فيقها باحساس، حرمت عز الناس. بي اللي امير قريبا راس السنه، وين حتكون؟ حكون بأديب بالاس بريفون، وحارجع اكون بمستيتا جبال بسانتا بريري. من القاعده الجويه العسكريه في مطار بيروت، دارين شاهين، قناة الجديد. كان في النشا ميقات لفعاليات الشمال لا يمكن أن نشق البيت السني. مروحيات أمريكية للجيش اللبناني. يوحنا العاشر من دمشق. نطلب أن يلهم الله جميع الأطراف التي تلهب النزاع إلى إلقاء السلاح. دمتم بخير، إلى اللقاء.